معكم. وصفتنا ديال اليوم غادي تكون مافن بالبنان والشوكولات، كيجي ولداد. عندنا في المقادير 75 غرام ديال الزبده كونطريه، 75 غرام ديال سكر كاسونات بني، اللي ما عندهاش تقدر دير البيض. عندنا بيضه، عندنا معلقه كبيره ديال الكاكاو. هنا عندي 60 غرام ديال الشوكولات نوار انا ذوبتها. عندي 125 غرام ديال البنان، هكا كنمعسوها غير بالفرشات. انا هنا جابت لي بنانه كبيره. هنا عندي 150 غرام ديال الطحين مع قبسان تاع الملحه، وواحده خماره ديال 7 غرام تاع الحلوه. والتزيين كنحتاجو رقائق اللوز والشوفان، هذا كيبقى اختياري. صافي كنخدمو الزبده مع السكر مزيان، بعد كنضيفو ليهم البيضه دائما مع التخلاط، كنزيدو هذيك البنانه الشوكولات، وفي الاخير كنضيفو الطحين مع الكاكاو. انا غادي نخليكم مع المراحل. هنايا انا خديت هاد الكويرطات، نتوما تقدروا تستعملوا اي نوع بغيتو. صافي انا بديت كنعمر في الكويرطات دياولي كما كتشوفوا معايا. شويه غادي ندير لهم رقائق اللوز من الفوق، ووحدين غادي ندير لهم الشوفان. الفران حنا شاعلين عليه من قبل على 180 درجه. صافي كندخلوهم حتى يطيبوا ويتحمروا. ها هما لي كاب كيك ديالنا بعد ما طابو. انايا كاين اللي رشيت عليه سكر كلاصي، وكاين اللي خليته عادي. راهم كيجيو ولداد. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء، وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.